اولا كنشكر لكم، السلام عليكم. المهم دابا البنت اخي كانت ما لقيناش حنا باش نديرو ديك العمليه دي. كل ماشي هاد كل ما شي هاد السيده هاد الحاجه هادي الله يجزاها بخير، وهذا وزير الصحه ما غنديروش حنا العمليه. ديك المبلغ ما جمعناش ليه حنايا كاع، فهمتي؟ داك المبلغ اللي باش غنديرو حنا القامه ما عندناش حنا هو، فهمتي؟ ومهم كنشكر وزير الصحه ونشكر هاد السيده هادي سير وقت مع الحاج الله يطول عمرها، الله يجزيها بخير، الله يرحم ليها الوالدين. وكنشكر كاع اللي ساهم معنا، كاع كل اللي ساهم معنا، الله يجزيه بخير، الله يرحم لي الوالدين، الله يجعله في ميزان المقبول. والحمد لله هي دارت العمليه ودارت ديك القامه الاشعه اللي قالوا ما دارتها، حنا خرجنا دابا هي في الدار والحمد لله. نوبه دابا شويه مسكين، لو كتقول لك السخانه نوبه هادي، وين الحمد لله حنا عارفين مع هاد الشيء ديال هادشي باقي جديد، وداك الشيء كان قال لك راه غادي يفوتها داك الشيء، والحمد لله على اللي عطى الله سبحانه وتعالى. وهذا خي كانت البنت عندي كانت كتحس بجهه سخانه وكتجيها تقيه، وكان كيضرها الراس و والعين تاع هي بدات كتعطر عليها، بدات نوبات صغار نوبات كبار نوبات كتحمر، كعرف كل حاله كيفاش كتولي. المهم بقينا كنتبعوا ليها وداك الشيء، بنت تبعنا في القنيطره وداك الشيء مع واحد الطبيبه وداك الشيء، ولات امها قال لها غادي، قالت لها واحد الطبيبه قالت لها هادشي راه غير خليقه وداك الشيء، ولات قالت لها لا بنتي ما كانتش هكا، ولا دارت لها واحد قالت لها مديش غديري عمر لي ورقه صيفطيني للسويس، داروا لها سكانير وداك الشيء في السويسي، لقات الدكتوره وقفت مع الله يجزيها بخير، حتى هي كيقول لها امي الله يجزيها بخير بلا من هذا. المهم وقفت معها دارت لها السكانير، دارت لها ليريم، قالت لها انتي هاد البنيه راه عندها شي ورم في راسها، خاصها دير هاد العمليه، خاصها دير واحد العمليه. بين بين مشات باش يديروا لها العمليه داك الشيء، ولات نعسات بها امها تقريبا شي 20 يوم 10 ايام في رمضان 10 ايام قبل رمضان، ولات قال لها ودي هاد البنت راه ما قدروش ندير لها العمليه، جات من بلاصه حساسه، خاصها دير هادشي ديال الاشعه القامه، القامه ما كنتش عارف انا. المهم بين داروا هادشي ديال هذا، قالت لي دي خصك تمشي لهاد الفونداسيون هما اللي كيديروا القام. قلت له ودي راه ما عنديش هاد هذا، قال لي شوف شي جمعيه وشوف شي حاجه، واللي درتها في الاعلان النوبه الاولى اللي درتها في الاعلان لحتى. المهم ساهموا على الناس الله يجازيهم بخير، شي بركه وداك الشيء، وين ما جمعناش حنا البركه ديال باش غادي نكملوا حنا ديك القامه وداك الشيء، كدير واحد 8 مليون 28 الف ريال، ما جمعناش ذاك المبلغ ديالها، جمعنا شي بركه، ذاك البركه ما هذاك ما قدتناش. المهم ولات وصلت لوزير الصحه وداك الشيء، خير ذا الطلب تكلف، وهذيك الحاجه هي اللي السبب ديالها، الله يرحم ليها الوالدين الله يجازيها بخير الله يطول عمرها، هي اللي باش وصلت لها هي الميساج لوزارة الصحة وداك الشيء باش تكلفوا. وكنشكروا كل شيء، وكنشكروا سيدنا، ونشكروا المسائل كاملة، الله يرحم لكم الوالدين. ولدي فرحت مع الشعور ديالي ما يتصورش، لقاش بنتي عام وهي كتبع، عام بنتي وهي كتبع لهذا الشيء ديال الطب، وانا كنطلع وكنهبط بها من شهر 11 الى اليومين هذا، وبقينا بحق متبعين ليها، وجاب ربي الفرج الحمد لله، يعني كاع اللي بان سدوا الا وجه الله عز وجل، قام حلو الفوجان الحمد لله، وفضل محسنين وفضل اي طالب، وزير الصحه اي طالب، والحاجه وفاء، والسيده ابتسام، وفيصل، والصحافه هاد حسام، وهاد الصحافه داك نزار، وقفوا معنا الله يسهل عليهم تاهما، وكان زعما وطريق فاعل جمعاوي، يعني الفضل ديالهم وفضل الله سبحانه وتعالى. كان ولدي دارت بنتي جرات هاد العمليه الحمد لله، دارت اشعه قامه، مشينا نعسنا هاد السيمانه هادي يومين، ونهار الثالث دارتها وخرجنا ولدي، خرجنا ودابا الحمد لله. انا الحمد لله ولدي، اللهم لك الحمد، انا بالفرحه ديالي فرحه فرحه وبكيه، اللهم لك الحمد. الوزير استاذ فيصل عيط ابتسام صديقه ديالو،
عيط ليها، عيط لابتسام قال لها ودي راه واحد الحاله، واحد البنيته راه عندها سرطان في الراس، راه عندها واحد العمليه، راه والدها ما عندهمش. هي ديك هضرت معاه، هي تهضر مع الاستاذه وفاء، هضرت معاها قالت لها هذه البنيته انت شوفي راه صورها نزار راه شنو شنو صافي. هما تهضر الاستاذه وفاء هضرت مع وزير الصحه قالت لها ودي هذا الفيديو هو جاك، شافوا قال لها صافي انا غنتكلف بهذه البنيته، انا غادي نتكلف بهذه البنيته. هي دوك هما عيطوا لينا، عيطوا لينا، مشينا للرباط قالك ودي غتجيبوا الدوسي البنت تصوروه والراميد ولاكارات. مشينا صورنا دينا ليهم، مشاو شافت، مشينا قالت لنا غتلاقاو الكاتبه ديال سمو وزير الصحه. مشينا دينا لها الوراق وشافتهم قالت لي ودي الشريفه دابا سيري حنا غادي نعيطوا ليك، راه غادي نديروا غنعيطوا ليك. جينا ولدي دوزنا واحد اليومين عيطوا لينا المندوبيه ديال قنيطره قال لنا غدا خاصكم تجيو عندنا، راه حنا جيبوا لنا الوراق وجيو عندنا. ومشيت ولدي عند المندوبيه ديال قنيطره ديت الوراق ديت كلشي، هضروا على سميتو قالك شنو الحاله ديال البنيته، قلت له ودي راه مريضه شنو كتبع كتشرب شي دواء، قلت لي ما كتشرب حتى دواء دابا شنو المعمول، قلت له ودي راه عندها اشاعه قامه. هي هذيك جينا قال لي ودي دابا سيري بحالك راه مني غادي يتصاوب هذا الشيء ان شاء الله راه غيعيطوا عليك. جيت في خلال سيمانه عيطوا لينا، قالت لنا الحاجه قالت لك ودي سيرو راه داك الشيء راه الوزير الصحه راه تكلف راه خلص داك المصاريف اللي كنتو غتخلصوا راه خلصها. هي هذيك مشى الراجل مشى لتمايا قالوا لي راه غدير واحد الورقه، هذوك ملي مشى للكلينيك قالوا لي ها انت صيفطوا لي داك الباس، قال لي هذا دابا غادي تمشي للكلينيك. ملي مشى للكلينيك قالوا لي الكلينيك غتجيب لنا الدوفي، ولا مشى عندهم لاكدال. ملي مشى لاكدال قالوا لي سير حتى الاثنين واجي عندنا. فعلا نيت مشى نهار اثنين مشى عندهم لاكدال عطاو الدوفي. ملي عطاو الدوفي عطاو الدوفي قال لي ودي دابا هاك الدوفي ها هو ديال البنيته، دابا البنيته راه غتجي دير القامه، غدير القامه غديرها نهار الخميس. شنو هي هاد القامه؟ القامه وليدي اشاعه، اشاعه بليزر، كوات بالضو بليزر. مني دخلنا مشينا تما حيطو لنا نهار الاربعاء، مشينا الاربعاء درنا لها واحد التحليله ديال كوفيد، ودرنا واحد التحليله اخرى السكر، ومشينا نهار الاربعاء نعسنا. الخميس دار ديك اشعه قاما، وبالمساعده ديال وزير الصحه واستاذه وفاء كل ساعه كتعيط كتهضر مع الطبيب منحاوي استاذ منحاوي كتقول ليه ما درا البنيته واش العمليه مزيان واش هذا، كيقول لها راه مزيان. كل ساعه كتهضر مع مسكينه وكنشكروها وكنشكروا داك الاستاذ الطبيب الكبير المنحاوي وكنشكروا وزير الصحه وكنشكروا استاذ فيصل وكنشكروا ابتسام وكنشكر كاع اللي ساهم الله يرحم ليهم الوالدين ويسهل عليهم. كل ساعه كتعيط ليا كتقول لي ما درا البنيته في الحقه الحاله ديالها، كيقول ليها راه كتجري العمليه راه الحمد لله. كيفاش كان الشعور ديالك فاش شفتي الابنه ديالك اول مره من مور ما درت العمليه؟ الشعور ديالي ما تصوروش اولدي، جاني بالبكاء وبالفرحه، اللهم لك الحمد، كنحمد الله اللي بنتي دارت القامه لحقاش كانوا البيبان سدوا ليا في وجهي. ملي بنتي دارتها فرحت وانا كنشكر وزير الصحه وكنشكر استاذه وفاء وكاع اللي تدخل ووقف معايا، الله يرحم ليهم الوالدين والوالدات اللي صوروا الصحافه نزار حسام، الله يسهل عليهم والله يفرج عليهم. لحقاش حتى هما كانوا سباب باش نشروا هذه الحاله ديال الدعاء، كانوا سباب باش نشروا حال الدعاء ودعاء ولدي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ملي دارت ديك العمليه، اللهم لك الحمد حمد الله وشكرته وكنشكره وكنقول ليه الله يسهل عليه والله يرحم ليه الوالدين والله يجازيه بخير والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا اللي اعتق فيه وعينوه حنت عارفو كوزير وقاد بالمغرب ديالو الحمد لله، قاد ديال بالدوله ديالهم الله يسهل عليه والله يرحم ليه الوالدين، الله يرحم ليه الوالدين والله يسهل عليه ولدي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جاء
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.